السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن فرصة كان التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. كمان كنا أطلقنا خدمة وهي يعني المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها. إحنا ممكن نساعدك في التقديم للمنحة اللي انت تختارها، سواء من على القناة بتاعتنا او منحة من عندك تقدر تقدم ليها بنفسك، او ممكن احنا نعمل لك عملية التقديم. تمام، وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحابب انوه كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها كلها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده خلينا نبدا ونتكلم على بركه الله عن المنحه بتاعه النهارده. هي منحه مقدمه من جامعه الملك عبد العزيز، ودي جامعه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده. تمام، وتم فتح برنامج القبول ليها في برامج الدراسات العليا اللي هي الخاصه بالماجستير والدكتوراه. يبقى عشان نكون واضحين المنحه دي خاصه بالماجستير والدكتوراه فقط. تمام، سواء انت درست ماستر قبل كده ممكن تقدر تقدم، انما ولو خلصت بكالوريوس تقدر تقدم، انما لو انت هدفك الدراسه الجامعيه درجه البكالوريوس فهي غير متاحه في هذه المنحه. تمام، هنا كاتب لك اول حاجه التخصصات المتاحه لدرجه الدكتوراه. تمام، في كذا كليه بين كليات علميه وكليات ادبيه، بيقول لك ان دراسه الدكتوراه 3 سنين في الكليات الادبيه زي كليه اللغه العربيه وادبها والشريعه والدراسات الاسلاميه، في كليه العلوم علوم الاحياء والاحصاء والكيمياء بتقدر تختار التخصصات الفرعيه فيها، كليه الهندسه في الهندسه المدنيه، الهندسه الحراريه، هندسه التعدين، كليه الحاسبات علوم الحاسبات، كليه علوم البحار، كليه تصاميم البيئه، يعني في درجات كتيره هنا وتخصصات كتيره جدا هنا. درجه الماجستير بتلاقي برضو نفس النظام، كليه الاداب، الاقتصاد والاداره، كليه العلوم، كليه الهندسه، كليه الحاسبات، كليه علوم البحار، يعني دي التخصصات بالنسبه لدرجه الدكتوراه ودرجه الماجستير، وتقدر تختار التخصص المناسب ليك. تمام، شروط القبول في المنحه دي، القبول لازم سنك ما يزيدش عن 35 سنه بالنسبه لدرجه الدكتوراه. الناس اللي هتقدم لدرجه الدكتوراه سنها ما يزيدش عن 35 سنه، والناس اللي هتقدم لدرجه الماجستير سنها ما يزيدش عن 30 سنه. يعني درجه الدكتوراه 35 ما تزيدش عنها، ودرجه الماجستير 30 ما تزيدش عنها. تمام، وطبعا يكون معاك شهاده تخرج بكالوريوس او ماجستير على حسب الدرجه اللي انت هتقدم عليها. مطلوب كمان درجات اللغة الإنجليزية، لازم يكون معاك شهادة لغة إنجليزية. ولكن بص هنا للدرجات المطلوبة في اللغة الإنجليزية، يعني مطلوب مثلا امتحان الايلتس يكون معاك درجة 5، يعني في امتحان الايلتس يكون معاك 5، فدي درجة بسيطة جدا، يعني ممكن أي حد يحصل على الدرجة دي لأنها درجة بسيطة، سهل إنك تجيب في امتحان الايلتس 5. يعني في جامعات بره في أوروبا بتطلب 7 وبتطلب 8، درجات عالية جدا، إنما درجة 5 درجة بسيطة تقدر تحصل عليها يعني. طبعا متاح كمان انك ممكن تعمل او يكون معاك شهاده توفل اي بي تي سي بي تي بي بي تي، تقدر يعني تستخدم اي امتحان من الامتحانات دي. تمام، طبعا تكون حاسن السيره والسلوك، ويكون معاك رسالتين توصيه من اساتذه درسوا لك قبل كده. تمام، طيب ايه هي مزايا المنحه دي بقى؟ مزايا المنحه دي، المنحه دي هتصرف لك مكافاه شهريه مقدارها 900 ريال سعودي تصرف من عماده شؤون الطلاب. تمام، يعني انت هتاخد 900 ريال سعودي اللي هي بتقدر ب 200 236 دولار، حاجه زي كده. تمام، ولكن بالاضافه كمان يعني هيضم لك مع 900 ريال دي مرتب تاني او مكافاه شهريه تانيه، في صرف مكافاه شهريه تانيه وهي 1000 ريال سعودي، ودي نظير الابحاث. تمام، ودي بتتعمل لفصل دراسي وممكن تقدر تجددها كل فصل دراسي، يعني انت كل فصل دراسي بتتجدد، ولكن غير متاحه في فصل الصيف، يعني في الاجازه مش متاح انك تاخدها. يعني مثلا لو الاجازه شهرين او 3 شهور مثلا انت غير متاح ليك تاخد ال 1000 ريال سعودي، هتاخد 900 بس، انما باقي السنه
تقدر هتاخد ال 1900 ريال سعودي، ان هي 900 مع ال 1000 يبقى 1900 ريال سعودي، اللي هي بتعمل حوالي 470 دولار، تمام؟ فدي هتبقى مرتب ليك. كمان هيتصرف لك مرتب عند قدومك للمنحه، هتاخد 1800 ريال سعودي لما تيجي للمنحه لاول مره. كمان التامين الطبي بالمجان عليهم في حاله لا قدر الله حدوث حادث او مرض، كمان التامين الطبي عليهم. هيوفر لك السكن، في توفير سكن كمان للطالب، والرعايه العلميه والاجتماعيه والثقافيه، يعني كل حاجه تشملها لك. تأمين وجبات غذائية مخفضة، كمان وجبات الغذاء هتكون بشكل مخفض ليك، يعني حاجة ممتازة جدا. يعني انت هتاخد المرتب ده بالإضافة كمان السكن والطعام والوجبات وكل ده عليه، تمام؟ هتاخد مكافأة مقدارها 4000 ريال سعودي بدل الأبحاث وبالنسبة لطلاب الدكتوراه، تمام؟ و 3000 ريال سعودي بالنسبة للماجستير، يعني للأبحاث والحاجات دي كلها. هتاخد مكافأة بدل تخرج لشحن الكتب 2700 ريال سعودي، يعني عشان مصاريف الكتب بتاعتك. بالإضافة كمان هتاخد تذاكر طيران ذهاب وإياب سنويا لبلدك، يعني انت كل سنة في الأجازة تذاكر طيران على حسابه ما تاخدها، تمام؟ دي حاجة كمان ما بتلاقيهاش في كل المنح يعني. طيب هنا بقى بيقول لك ايه الأوراق اللي مطلوبة منك. الأوراق المطلوبة منك يكون مطلوب منك سيرة ذاتية، السي في بتاعك، تمام؟ تقدم حاجة اسمها مقترح بحثي statement of purpose للتخصص اللي انت عايز تدرسه. يعني لو انت عايز تدرس مثلا هندسه مدني، فبتقول لهم مثلا انت ليه اخترت التخصص ده، بتقول لهم انت ناوي تعمل رساله الماجستير او رساله الدكتوراه في الهندسه المدني مثلا في اي بحث بالظبط، او هتعمل المقترح البحث بتاعك ازاي. يعني معروف جدا الستيتمنت اوف بيربز وسهل انك تعمله. كمان صوره من وثيقه التخرج اللي هي شهاده التخرج بتاعتك من مرحله البكالوريوس والماجستير، لازم يكون معاك شهاده منها، كشف درجات كامل لكل الحاجات اللي انت درستها، كشف بكل الدرجات وبكل المواد ودرجة كل مادة قدامها. يكون معاك توصيتين علميتين، خطابين توصية، وهنا خطابات التوصية مش مطلوبة اونلاين، يعني ممكن يكون معاك بس خطابات تقدر ترفقها، ودي حاجة ممتازة جدا، انت مش محتاج خطابات التوصية هنا اونلاين. يكون معاك اي خطابين تقدر تحطهم عادي، صورة جواز السفر واي مستندات اخرى ممكن تدعم طلبك. وبيقول لك ان كل المستندات دي اللي هي صورة الجواز وكل المستندات دي بعد لما بتعملها وبتجهزها في الاخر بعد لما بيتم قبولك، يعني انت الاوراق دي كلها لو معاك تمام، لو اتقبلت في المنحة دي بعد لما بتتقبل فيها بتاخد كل الاوراق دي وبتوثقها من سفارة المملكة في بلد المتقدم، من السفارة السعودية في بلدك، تمام؟ طيب احنا دلوقتي اتعرفنا على المنحة بشكل كامل وعرفنا كل شروطها ومتطلباتها، دلوقتي خلينا بقى ندخل لعملية التقديم. عايزين نقدم للمنحة دي، هنقدم ازاي؟ هتيجي عند حاجة اسمها هنا بيقول لك آلية التقديم. للتقديم يتم الدخول لموقع المنح اللي هو مكتوب منحة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز، هنضغط عليها ونفتح اللينك ده عشان نخش ونقدم للمنحة. هيظهر لي معاك بالشكل ده. طبعا الجزء ده هنا او الابلكيشن باللغه الانجليزيه، ما مش متاح باللغه، غير متاح باللغه العربيه، تمام؟ يبقى انت لازم تملاه باللغه الانجليزيه. طيب انت كمستخدم جديد لازم تعمل اكونت الاول على الابلكيشن بتاع الجامعه او المنحه. يبقى انت هتيجي هنا عند الجزء ده وتعمل كرييت اكونت. مطلوب منك في الكرييت اكونت انك تكتب الايميل بتاعك هنا، ولما تكتب الايميل بتاعك هنا تضغط على كلمه ريجستر. طب ايه اللي بيحصل لما تضغط على كلمه ريجستر؟ بتوصلك رساله على الايميل بتاعك اللي انت كتبته هنا، بيكون فيها حاجه اسمها يوزر اكونت وباسورد، تمام؟ اهو توصلك رساله بنفس الشكل ده، مكتوب ايه؟ ادميشن سيستم فور بوست جراديت ستاديز، تمام؟ فبيقول لك دي مقدمه من جامعه الملك عبد العزيز، وده بيقول لك اليوزر نيم بتاعك والباسورد اللي انت هتستخدمهم عشان تدخل بيهم للابلكيشن. يبقى نرجع تاني هنا ونيجي بقى نضغط على كلمه لوجن، تمام؟ وفي اللوجن هتلاقي موجود هنا اليوزر نيم تكتبه هنا اللي هو ده، تمام؟ والباسورد اللي هو ده تكتبه هنا، وتضغط بعد كده على كلمه لوجن. لما تضغط على كلمه لوجن هيفتح معاك الابلكيشن بتاعك. الابلكيشن هيظهر معاك اول حاجه بالشكل ده، طبعا في الريكوست نمبر، رقم الابلكيشن بتاعك هو ده، تمام؟ لان كل واحد بيبقى ليه رقم للابلكيشن. مطلوب منك هنا يعني 1 2 3 4، مطلوب منك هنا اربع خانات، والخامس ده الكونفرميشن، التاكيد على المعلومات اللي انت هتحطها كلها، يعني اربع سيكشنز لازم تملاهم. اول حاجه مطلوب منك هو البيرسونال داتا، المعلومات الشخصيه بتاعتك، اسمك زي ما موجود في الباسبور بالظبط، الجنسيه بتاعتك، رقم الباسبور بتاعك، الدوله اللي انت قاعد فيها حاليا، تاريخ ميلادك، مكان الميلاد، الجندر بتاعك، الديانه بتاعتك، رقم تليفونك، يعني بتملى البيانات الشخصيه دي، ودي حاجه بسيطه موجوده في كل المنح. بعد لما بتملى البيانات دي بتضغط على كلمه نيكست، او تضغط من هنا فوق على السكشن اللي بعده. لما تضغط على السكشن اللي بعده اللي هو education،
في الاديوكيشن بقى هنا مطلوب منك ايه؟ مطلوب تكتب اخر درجه علميه انت حصلت عليها. يعني انت مثلا شخص هتقدم ليه درجه الماجستير، يبقى انت تيجي تختار ايه اللي انت اخر درجه حصلت عليها؟ هي ايه؟ هي البكالوريوس. طب انت شخص هتقدم لدرجه الدكتوراه، يبقى انت اخر درجه حصلت عليها ايه؟ ماجستير. وهكذا، يبقى دي اخر درجه علميه انت حصلت عليها. تكتب اسم الجامعه اللي انت خدت منها الشهاده بتاعتك، التخصص اللي انت خدت منه الشهاده، التاريخ اللي انت اتخرجت فيه. تختار هنا الدرجه، يعني التوتال او الدرجه الكليه اللي انت خدتها من الجامعه محسوبه من كام؟ محسوبه من 4 ولا محسوبه من 100 ولا محسوبه من 5 ولا وزود بدون؟ فبتختار الدرجه بتاعتك اي شكل بالظبط من الاشكال دي، تمام؟ وبتكتب هنا ده التوتال، يعني ده الكلي، وده النسبه اللي هي من التوتال، تمام؟ ان انت حصلت عليها في الدرجه النهائيه بتاعتك. طيب بتملى كل البيانات دي في الاديوكيشن. بعد كده بتيجي على اللغه الانجليزيه، وبيقول لك اختار شهاده اثبات اللغه الانجليزيه بتاعتك. هل معاك ايلتس، تويفل، بي بي تي، اي بي تي، سي بي تي؟ فبتختار نوع الشهاده اللي معاك، بتكتب الدرجه بتاعتك في امتحان الايلتس او الامتحان اللي انت اخترته، بتكتب هنا التاريخ اللي انت خدت فيه الامتحان، اخدت الامتحان ده امتى، تمام؟ بعد لما بتخلص الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده، وهو اختيار البرنامج اللي انت عايز تدرسه. هنا بيظهر لي برامج الدكتوراه، بص كده هتلاقي حاجه اسمها بي اتش دي، تمام؟ لو رجعت انا هنا تاني للاديوكيشن واخترت ان انا درست اخر مرحله دراسيه هي البكالوريوس، فبالتالي لما اجي اضغط على كلمه نيكست هنا، تمام، هيظهر لي درجه الماجستير. يبقى انت على حسب اخر درجه درستها بيظهر لك هنا كل الدرجات اللي انت المفروض عايز يعني تقدم بيها. فمثلا انت شخص عايز تدرس ماجستير في الكيمياء، فبتختار هنا وبتضغط على الجزء ده، تمام؟ مثلا عايز ماجستير في الكيمياء، تضغط على كلمه نيكست وبتخش على الخطوه اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها دي آخر حاجة، هنا بقى مطلوب منك تحط الشهادات بتاعتك. أول حاجة مطلوبة منك صورة الجواز السفر بتاعك، الباسبور بتاعك، بتحطه هنا، بتعمل أتاتش، بتعمل تشوز فايل، بعد كده بتضغط على كلمة أتاتش، تمام؟ يبقى صورة جواز السفر بتحطها في الجزء ده. تاني حاجة مطلوبة منك هي شهادة التخرج، جراديشن سيرتيفيكيت، الشهادة النهائية اللي أنت حصلت عليها. وهنا بيقول لك ملحوظة، بيقول لك انت ممكن ما توثقش الشهاده بتاعتك، يعني عادي ممكن تقدم الشهاده بنفس الشكل اللي معاك دلوقتي من غير توثيق من المملكه العربيه السعوديه، ولكن لو اتقبلت وجون نهائي هتحتاج ان انت توثقها من المملكه السعوديه، يعني هم مسهلين عليك الوضع هنا. كشف الدرجات مطلوب منك كشف تفصيل كل المواد اللي انت درستها، وطبعا برضو مش محتاج ان انت توثقه، ممكن عادي بعد وجون النهائي توثقه. الدليل بتاع اللغه الانجليزيه، شهاده اللغه ايلتس ولا تويفل، فبتحط الشهاده اللي معاك هنا، يعني لازم تحط الدليل زي ما انت كتبت البيانات تحط الدليل هنا. مطلوب منك 2 من خطابات التوصيه، اول خطاب بتحطه هنا، ثاني خطاب بتحطه هنا، تمام؟ 1 و2 ريكومنديشن. السي في بتاعك، السيره الذاتيه بتاعتك بتحطها هنا، بترفقها هنا. ستيتمنت اوف بيربز، زي ما كنا قلنا في مطلوب منك المقترح البحثي، ستيتمنت اوف بيربز بتيجي برده وبتحطه في الجزء ده. بتحط صوره شخصيه ليك هنا، وهنا اذر 1 2 3 4 دي اي شهادات اضافيه معاك، زي معاك شهادات تدريب مثلا، شهادات تطوع، شهادات كورسات انت اخذتها قبل كده، فدي شهادات داعمه بتزود من فرصه قبولك، فممكن تحطها او ممكن تسيبها فاضيه. وطبعا اي سيكشن قدامه النجمه الحمراء دي معناه ان ده الزامي، ما قداموش العلامه الحمراء فده معناه ان مش الزامي، عادي ممكن تقدم للمنحه بدون السيكشن ده، تمام؟ كده يعتبر انت خلصت الاربعه الاولانيين او الاربع مراحل المطلوبين منك. رقم 5 هو الكونفرميشن، خلاص انت كده بتاكد كل المعلومات اللي انت كتبتها. طيب بعد لما بتكتب المعلومات دي كلها وبتكتب التخصص بتاعك والمعلومات الشخصيه بتاعتك وشهاده اللغه وكل البيانات دي، وبتحط الشهادات، بترفق كل الشهادات المطلوبه منك، شهاده التخرج، كشف الدرجات، وكل ده، بتيجي هنا في الاخر وبتضغط على المربع ده اللي انت خلاص بتاكد جميع البيانات، وبتضغط على كلمه سيف وسند، تمام؟ يبقى انت كده اتميت كل المعلومات وكده ارسلت الابلكيشن للجامعه. قبل ما تضغط على سيف وسند لازم تتاكد ان كل المعلومات اللي انت حطيتها صحيحه، لان مش هيتم التعديل بعد لما تضغط على سيف وسند، كده الابلكيشن هيتبعت للجامعه ومفيش اي تعديل هيتم فيه بعد كده، تمام؟ صراحه المنحه فيها مميزات كتيره جدا، صعب انك تلاقيها في منح تانية كتير، زي المكافآت الشهرية العديدة اللي انت هتاخدها، السكن مجانا، وجبات غذائية مخفضة، مكافآت الكتب، تذاكر سفر سنويا لبلدك في الأجازة، يعني مميزات كتيرة وعديدة، وكمان تخصصات موجودة فيها علمية وأدبية وتخصصات عديدة. لو مهتمين بالمنحة أتمنى تقدموا ليها. وكمان في نقطة أنا نسيت أوضحها، وهي آخر ميعاد للتقديم للمنحة دي. المنحة دي هي مفتوحة طول السنة،
يعني التقديم ليها متاح طول السنة، بيتم مراجعة الطلب بتاعك بعد لما بتقدم الطلب بفترة، بيتم مراجعته وبالتالي على أساسه بيتم تحديد اللي انت هتتقبل أو هتترفض. بس طبعا يعني بيتم تحديد الطلب بناء على السنة الدراسية، يعني مثلا لو جالك القبول أو الرفض مثلا في الوقت الحالي، فانت معناها اللي انت هتبدأ الدراسة في شهر مثلا أغسطس 2020، فبتبقى على حسب بداية السنة الدراسية طبعا. تمام، يعني مش مثلا انت هتتقبل في الشهر القادم مثلا وهيتم الدراسة الشهر اللي بعده، لا، بيكون في مواعيد للسنين الدراسية او السنوات الدراسية، فبيتم على اساسها انت هتبدأ امتى. ولكن الابليكيشن ملوش ميعاد للانتهاء، يعني انت تقدر تقدم اي وقت وهيتم المراجعة واخبارك بعد كده بباقي التفاصيل. اتمنى يا رب تكون المنحة دي عجبتكم، وان شاء الله بإذن الله موفقين ومقبولين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.